بسم الله الرحمن الرحيم. ما الحكم الاستفادة من كتب العلماء المترجمة بالإنجليزية والمترجم غير معروف أو عنده أخطاء في المنهج؟ طبعا إذا كان الكتاب سلفي والمترجم مجهول أو عنده أخطاء في المنهج فإنه لا يجوز الرجوع إليهم، لا يجوز الرجوع إلى هذه الكتب المترجمة، لأنها حكم لها حكم المترجم. فإن قيل هذا المؤلف صاحب الكتاب سلفي مثلا والمترجم وإن كان حزبيا لكن هو مجرد مترجم، نقول الحكمة في ذلك أننا لا نأمن أن هذا المترجم يحرف المعاني إلى باطله. وقد بلينا ووجدنا كثيرا من المترجمين يترجمون للمشايخ السلفيين مباشرة، يترجمون لهم الباطل. فقد حكوا عن عالم سلفي أنه كان يدرس التوحيد وكان معه مترجم لا يعرفه، طيب، فكان يقرر التوحيد وكان هذا المترجم يقرر الشرك على لسان هذا العالم، حتى قام واحد للعالم ونبهه على هذا. فانظر كيف أن هؤلاء يخادعون. ثم نضرب لكم مثالا، أهل البدع يشرحون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا نقبل منهم. فكذا المترجم إذا كان مخالفا أو كان مجهولا لا يقبل منه.